أنا ابتديت أحس بالخطر، حاسة إن أنا العملة اللي عملتها في نفسي دي هتقلب عليا سواد، وحكاية إن أنا أفرقع زمايلي وما أخليش حد يحضر معايا الحلقة عشان أكل لوحدي هيسموني بعد الحلقة مباشرة، وأكاد أكتب بيهم لستة. إزاي حضرتك؟ إزيك يا حاج محمد؟ حاج محمد منعم طبعًا، يعني أشهر من نار على علم محلات الإمبراطور. الله يخليك. مش كده؟ فأبو هير الحمد لله، يعني اسكندرية دي ربنا حباها بكمية سمك أو أنواع أو أصناف أو مطبخ سمك من أعظم ما يمكن في العالم. أنا أشك إن في حتة في الدنيا فيها اللي إحنا عندنا ده. بالظبط يا فندم. احكي لي حضرتك إيه الدنيا اللي أنا فيها دي؟ إيه ده؟ جمبري مشوي. طيب ده سبيت مشوي زي ما هو كده محشي. وده سمك مشوي. سبيت مشوي ومحشي يعني إيه؟ محشي بخلطة. ثانية واحدة حضرتك. دوقي حضرتك عشان تشوفيه. صبيت محشي و... محشي يعني اخدها كده. ده ايه؟ وهاتها لي عشان انا بعيد عنك مش شايف كده. محشيه دي كده محشيه كده. وايه تاني؟ ودي سمك مشوي ترنشات. ده جمبري مشوي. دي استاكوزا بالبشاميلي. دي استاكوزا عاديه. جمبري بانيه. بربون مقلي. أروس مش سنجاري بالبشاميلي. سنجاري بطاطس. سنجاري عادي. طاجن بطارخ بال طاجن ايه؟ بطارخ بالجمبري والسبيد وبيض السبيد لو النبي. ده يا نهار احوس. ايه يا حاج ده؟ انتوا في ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده الرز شكله مرعب. عايز تاكل معايا؟ لا انا مش هناكل. ليه؟ انا نوريكي بس حاجات. ليه بقى؟ هو انت ما بتشوفش الحاجات دي تقعد تاكل؟ لا لو النبي. ليه؟ باكل الزمان بس. امال انت بتاكل ايه؟ انا باكل كل حاجه برضو. ناكل بربون. ناكل انت ايه حضرتك؟ بشاميل لي برضو حضرتك. مين؟ ده رز. والله العظيم هيسموني بعد الحلقه دي. رز. ان كان ماجد الكدواني ولا مراد مكرم ولا ايمي ولا ولا ادوار ولا مين تاني حضروا معايا وفرقعتهم المره دي. طب احكي لي تاريخ المحل. تاريخ المحل بقاله 45 سنة. 45 سنة.